لا بد من تعلم التوحيد، ولا بد من بيان التوحيد. ولما يقول أحد العلماء تعلموا التوحيد فلا تقل إني في ديار التوحيد أو إني نشأت في بلاد التوحيد، فيجب أن تتعلم التوحيد، بل خذها خذها. لا يمكن لأي مسلم أن يكون في معزل عن التوحيد حتى بعد مماته. كيف؟ اقرأ في كلام الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني تصرفك يا الله بي بعد موتي من جزاء، أو ما أفعله من عبادة مما عملته في حياتي من وصية ونحو ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.